هذا العمل الذي تقوم به في دير الاحياء السكنيه في هذا اليوم والذي سوف تكون من بعده ان شاء الله الرحمن الرحيم ورشات اخرى هو عمليه تحسيسيه اولا، ثم القيام بما تنادي به الفيدرالية، هو تجويد الحياة العامة في المدينة الجديدة. والله الحمد لله زعما كاين واحد الفرحة كبيرة بأنه كتلقى بعض السكان جاب لك الفطور للعمال بالعدد ديالهم الكثير من الأتاي، خمير، فروماج، مياه معدنية. الحمد لله البلاد باقي فيها الخير. أنا النداء ديالي للساكنة المدينة الجديدة هي نكونوا يد في اليد، والنظافة ديال الأحياء ديالنا راه مدرسة. دونك حنا اليوم هنا في هذا الحي يعني نظمنا هذه الورشة على أساس أنه يعني ننظفوا هذه الساحة بالتنسيق مع جوج الجمعيات اللي كاينين هنا، جمعية عنوز وجمعية البسمة. دونك حنا اعتدنا أنه نديروا بحال هذه الورشات يعني باش نحفزوا المواطنات والمواطنين بالمدينة على أساس أنهم يقوموا بحال يعني يقوموا بحال هاد الاعمال هذه، لانه كتدخل في اطار تجويد الحياه بالمدينه والمساهمه في النظافه. وهذا هو اللي يعني هذا هو الاوبجيكتيف، هذا هو الهدف ديالنا من هاد الورش ديال اليوم. هو في الحقيقه كانت واحد المبادره قبل، يعني كانت تقادس هاد الحديقه هذه وكانت مزيانه، ولكن من بعد طالها الاهمال. اليوم فاش جينا عاوتاني لقيناها في واحد الحاله يرتى لها، والحمد لله راه الاشغال هانت كما كتشوفوا، ولكن نتمناو هذا الشيء هذا يبقى مستمر مع الوقت. يعني نحاول حنا اليوم من هذا كنحاولوا من هذا الورش اليوم غير التحسيس، يعني التحسيس بهذه المبادرات، والهدف يعني خصنا نشاركوا فيه كاملين اللي هو تجويد الحياه داخل المدينه الجديده. الوجود ديالنا اليوم مع الفيدراسيون ديال جمعيات الاحياء ديال المدينه الجديده هو كدعم وباش في الحقيقه هذه فرصه لنا حنا حتى حنا باش نقوموا بالتحسيس ديال الساكنه الجديده، باش كنقولوا لهم بان راه حنا بوحدنا كجماعه ما غاديش نقدروا نوصلوا لذاك الشيء اللي بغيناه واللي بغاتو الساكنه. دونك خصنا نديروا الايد في ايد للجماعه ولا مصالح الجماعه ولا المجتمع المدني في اطار جمعيه الاحياء باش ان شاء الله نوصلوا لذاك الشيء اللي بغيناه المدينه الجديده. الوغ كنقول للساكنه المدينة الجديدة وكنقول زوار المدينة الجديدة اللي كنرحبوا بهم كل عام، جديدة ديالكم وديالنا وديال الجميع. دونك كلنا نديروا ايد في ايد باش جديدة تكون نظيفة وتكون نقية، باش نكونوا كلنا فرحانين ان شاء الله بحول الله. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.